السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة مريم وماريا. اليوم جبتكم محبوبة الجماهير، الحلوى ديال ريشبوند أكيد بالطريقة ديالي. إن شاء الله يا ربي تبعوا الفيديو من الأول حتى الأخير باش تعرفوا على جميع أسرار نجاح الحلوى ديال ريشبوند ديالنا هذا النهار. بلا ما نطول عليكم الفيديو، مباشرة ندوزو نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة لمقادير الحلوى ديالنا هذا النهار، غادي نبداو هنايا عندنا الطحين، يعني بالكميه ما نقدرش نقول لكم في الاخير، اكيد نقول لكم شحال تخليه بالضبط ديال الطحين لان كيبقى على حسب النوع ديال الدقيق. هنايا عندنا 30 غرام ديال الخميره، انا هنايا عندي مقادير يعني كميه كبيره، ثم تقدروا تعملوا نصف مقادير. هنايا مبشور حامضه او ليمونه محكوكه، 4 معالق كبارين ديال حليب غبره، 8 دبيطات، 3 كيسان ديال الزيت، وجوج السكر، و4 ديال لافاني. ندوزو للمرحله الاولانيه اللي غادي نحتاجو فيها البيضات ديالنا. غادي نعملو مقادير تقريبا كامله هنايا في الخلاط، وغادي نخلطو مزيان. عاد ندوزو نضيفو الطحين ديالنا والخميره ديال الحلوى هما اللي غادي يبقاو حتى الاخر. نسيت ما قلت لكم شي واحد القبيصه ديال الملح اللي هي ضروري في الحلويات ديالنا لان كتعدل لنا الذوق الحلوى. نضيفو السكر، غادي نضيفو الزيت حتى هو، والحليب غبرة، غادي نطحنوهم مزيان ونرجعو معكم إن شاء الله يا ربي. هنايا نسيت مضيفتي لافاني حتى هو، غادي نضيفو 4 ديال الخميشات. انت غادي تعملو نصف الكمية، تحتاجو غير جوج. دابا نطحنو الخليط ديالنا مزيان ونرجع معكم. هنايا ملي طحنا الخليط ديالنا كنتحصلوا على هاد الكثافة هادي كيفما كتشوفوا معنا. غادي نخليوها كاملة، غادي نستعنو واحد سباتول باش اللي كيبقى لنا في مولينكس ولا في الغراف ديالنا حتى هو. دابا هنايا غادي ندوزو، اول حاجه غنضيفو هي قشور ديال الليمونه، تقدروا تضيفوهم هنايا تقدروا تضيفوهم في المرحله الاولانيه. وغادي نبقاو نضيفو الدقيق ديالنا حتى يتجمعنا الخليط. الدقيق اكيد عندنا مغربل، الكمية تخرجنا تبارك الله ما شاء الله، تخرجنا كمية وفيرة. إذا عجبتكم الوصفة يعني بالنسبة لعائلة وحدة تقدروا تعملوا غير نصف الكمية.
غنبقاو هيدا مع الخليط ديالنا. هنايا غادي نضيفو الخميره ديال الحلوه وغادي نكملو الدقيق ديالنا حتى نتحصلوا على واحد العجينه لينه تكون رطبه شويه بشي قصحه. كنرجعو معكم ان شاء الله يا ربي. هذه هي النتيجه اللي كنحصلوا عليها. العجينه خصها تكون شويه رطبه ما تهلكم غادي مثلا الناس اللي غادي يخدموا هاد العجينه هادي وكتبان لهم باقا كتلتصق في اليدين ما تخدعكمش لان الا عملتي لها الطحين بزاف راه كتجي كتقصح. غير هيدا كتحاولوا غير تجمعوها مزيان غير ديك الكميه ديال الدقيق. دات لي انا هنايا كيلو 400 غرام يعني نصف الكميه غادي تدي لك 700 غرام بالضبط. يعني غادي تهز واحد البوله غادي تشكل معاك بهذه الطريقه هذه غادي تعرفها لان هي واجده. انا هنايا غادي نشكل بولات صغارين لان غادي نجمعو جوج مع بعضياتهم. غادي نكمل التكوير ديال الكرات ديالي ونرجعو نطيبو الحلوه ديالنا. في هذا الاثناء نشعلو الفران يكون سخون مزيان. ملي نطيبو الحلوه ديالنا غادي نقصو البوطه او الفرن عفوا تكون حراره شويه منخفضه غير من تحت حتى كتاخذ اللوين من تحت. عاديتك نشعلو لها من الفوق هي ما كتعطلش معنا دغيا كتوجد هذه الحليوه هذه ان شاء الله يا ربي. ندوزو دابا نكملو التكوير ديالنا نعملوها في صينيه الفرن وندخلوها الفران ونرجعو معكم ان شاء الله. هذه هي السوينيه ديالي اللي عدلت فيها الحليوه كتشوفوا كان على شويه متباعده لان فيها الخميره غادي تزيد تكبر شويه. طبعا ندخلوها للفران يكون مسخن من قبل كيف ما قلت لكم قبيلاتي على درجه حراره منخفضه. طيب من تحت عاد نشكلو لها من الفوق ونرجع معكم. هذه هي الحليوه ديالنا كتشوفوا كيف رجعت يعني تقريبا تضاوي الحجم ديالها اللي خرجناها من الفران. اذا كتجي الاحرى محمرة واحد شويش من تحت. المهم الفوق هي بقات التحميره ديالها ما بغيتش نزيدها بزاف باش ما تهلكش. دابا غادي نخليها حتى تبرد ونكمل الطياب كامل ونرجعو معكم باش نكملو على الحلوه ديالنا تاع النهار. هنا ملي طبطنا الحلوه ديالنا وسنينا عليها حتى بردت جبنا هنايا كونفيتور. انا استعملت هادي ديال الخوخ غادي نخلطو معها واحد تقريبا 4 ديال المعالق ديال ماء الزهر. غادي نعملوهم فوق البوطه حتى يداو يغلي ونرجع معكم باش نكملو على الحلوه ديالنا. هنايا ملي غلى لي كما كتشوفوا القوام ديالو كيفاش رجع. هنايا عندنا الكوك انا كنستعمل النوع هذا ديال الكوكو ديال ميركادونا. وهنايا كيف ما كتلاحظوا معنا عندنا الحلوه ديالنا اللي غادي نبداو نضيفوها. غادي نعملوا واحد الكميه ديال الحلوه وغادي نستناو عليها على الاقل واحد دقيقه او دقيقه ونص حتى تشربنا مزيان. عاد نزولوها يعني ماشي كيف ما نعدلوها نزولوها مباشره نخليوها تقريبا واحد دقيقه عاد نبداو نزولوها. هنايا تقريبا ملي دازت واحد دقيقه غادي نحاولوا غادي نزولوهم وغادي نعملوهم مباشره في كوكم. ضروري خصو يكون عندنا كونفيتور ديالنا سخون يعني غير بشويش باش ما تشوطوش يدكم. غنحاولوا نزولوا ديك الزوائد باش الكونفيتور ما كتبقناش في كوكو وتخسر لنا الكوك ديالنا. يعني حنايا كنخدموا عندنا تبارك الله كونتيتي كبيره غنبقاو نخدموا ملي بردنا الخليط ديالنا غادي نعاودو نسخنوه
هيدا غادي نبحر هنايا. غادي نجيبو الكوك كما كتشوفوا معانا بهذه الطريقه هذه. وهذه هي الحليوه ديالنا ديال هذا النهار. غادي نكملوا الحلوه ديالنا كامله بهذه الطريقه، ونتلقاو ان شاء الله يا ربي في البلاطو ديال تقديم الحلوه ديالنا. اذا بحال هكذا نكون وصلنا للاخير ديال الفيديو ولا نهايه الفيديو ديالنا هذا النهار. ان شاء الله يا ربي تعجبكم الطريقه ديالي في التعديل ديال حلوه دريشبولت محبوبات الجماهير طبعا. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوناش ملي لايك، تشاركوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. اذا كنتوا باقي ما شاركتوش معنا في القناه فضلا وليس امرا تشتركوا معنا في القناه. وشكرا بزاف للدعم ديالكم، ونقول لكم في امان الله وعواشر مبروكه، وتبقوا على خير.